في محافظة كربلاء يبدو أن الأضواء قد توجهت من تحضيرات موسم زيارة عاشوراء إلى البحث بسبب اغتيال مدير بلدية المحافظة برغم إلقاء القوات الأمنية القبض على القاتل ليكون حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمحافظة وليشرف بنفسه على التحقيقات ومقابلة عائلة الشهيد وتوجيه القضاء بالضرب بيد من حديد على من يستهدف موظفي الدولة ما أثار إعجاب أهالي المحافظة تجاه هذه الخطوة. حقيقة زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى كربلاء بعد استشهاد المهندس عبير سليم الخفاجي مدير بلدية كربلاء وبهذه السرعة بعد تشييعه وحضوره صباح اليوم التالي كان له ردود أفعال إيجابية في الشارع الكربلائي ولم يعده الشارع الكربلائي مواساة فقط لعائلة الشهيد ولا تكريم لروح الشهيد الفقيد وإنما هو مواساة لأهالي كربلاء وبالتالي هو تسريع أيضا بعمليات إلقاء القبض على المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة الشنعاء ووعد بأن يفي استحقاقات الشهيد إلى عائلته وأن يقف إلى جانبهم. تواجد الكاظمي بمكان الحادثة وأوامره تجاه إزالة التجاوزات في كربلاء والمحافظات تحت شعار حملة عبير اعتبرها المواطنون فرضا لهيبة الدولة وإكمال العمل الذي بدأ به الشهيد عبير الخفاجي لتنطلق الحملة في عموم محافظات البلد بدون أي تأخير. انطلاق عملية لرفع التجاوزات على ممتلكات العامة وممتلكات الدولة وإعادة فرض القانون وهيبة الدولة حقيقة هاي زيارة إيجابية راح يكون لها الأثر البالغ في نفوس أهالي كربلاء وكذلك في نفوس الشعب عامة مما يدل على أن هنالك إرادة قوية للدولة لفرض سلطة القانون وإنفاذ القانون ورفع هذه التجاوزات. حقيقة اليوم كل محافظاتنا العراقية تئن من مشكلة اللي هي مشكلة العشوائيات والتجاوزات على ممتلكات الدولة. طبعا هذه التجاوزات قد تكون بغطاء سياسي وقد تستغل انتخابيا في بعض الفترات. اليوم ان شاء الله تكون هنالك اراده سياسيه واراده قويه للحكومه في انفاذ سلطه القانون واعاده هيبه الدوله وان شاء الله دماء الزكيه لشهيدنا المغدور الشهيد عبير الخفاجي ستكون هي الانطلاقه او الشراره الاولى لرفع التجاوزات وانفاذ القانون واحقاق الحق. رفع لافتات عبير في أرجاء محافظة كربلاء وتعزية الحكومة المركزية وحضورها مراسم التشييع لها تأثيراتها الإيجابية وحافزا لجميع الإداريين بأن من يعمل جاهدا يحصد ثمار تعبه. من كربلاء جاسم الهميم التغيير.